الشباب من يعاني من فراغ وعدم رعاية وعدم اهتمام، يتجه إلى سلوك المنحرف. سلوك المنحرف هنا شنو؟ هو ارتكاب الجريمة. جماعة الشباب من يشوف عمل عنده رح يبدع بيه أكيد، لأن أنا عندي مخزوني إنه أنا عمل ضامة وما دا حد يستقطب هذا العمل. إحنا نأمل يعني تكون تفتح المصانع والشركات المعامل العراقية بالمزيد من عتها، حتى هاي شريحة الشباب مكان ما يعني قاعد ما عنده شغل وعمل أو متخرج وبعده منتظر التعيين مالته مطالع أو تعيينات ماكو. أهلا بكم في حصاد الأيام. الشباب لن يكل، كلمات رددناها لأعوام في نشيدنا الوطني، لكن الفئة الأكبر في المجتمع بقيت خالية الوفاض. لا حقوق آنية ولا حلول مستقبلية، لا مبادرات ولا برامج، إلى أن جاءت حكومة الخدمات وحاولت تغيير المعادلات بخلق مسار جديد يلائم تطلعات الشباب وطموحهم. مجلس أعلى ومشاريع شتى، تدريب وتأهيل ورؤى وأفكار، فهل الجهود كافية لزرع الأمل أم ستسلم أمام اليأس؟ أهلا بكم. يبدو أن هذا البيت الشعري ما عاد معمولا به هذه الأيام، حيث تتكرر الاعتداءات على الكوادر التربوية آخرها الاعتداء على 2 من المدرسين في البصرة قضاء أبي الخصيب. كانا يحاولا فض شجار بين الطلبة وسط استنكارات كبيرة لوقف مثل هذه الاعتداءات. طبعا هو الاعتداء على الكوادر التدريسية حالة غير صحيحة وغير طبيعية. المفروض المدرس يحترم من كل الجانب، لأنه هو المدرس شمعة يحترق لنا الدرب الآخرين في سبيل وصلهم إلى مراحل أعلى وأعلى وأعلى. فمسألة الاعتداء عليه هذه شغلة غير قانونية وغير صحيحة. أكيد ظاهرة سلبية بالمجتمع، لأنه المعلم والمدرس هو المربي الأول للطالب، هم الأساس بعد. رحب بحضراتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. محور ملفنا الأول عن أبرز قرارات ومبادرات وبرامج الحكومة الحالية في دعم شريحة الشباب وتلبية طموحاتهم. إذن ضيف حلقة اليوم المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة الأستاذ حسام حسن، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا ومرحبا أستاذ محمد بيك وبكل مشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بجنابك أستاذ حسام. مجلس أعلى للشباب، مبادرات، برامج، قرارات، هل حصل الشباب على استحقاقهم في ظل الحكومة الحالية اللي وعدت الشباب كثيرا؟ تفضل. إن شاء الله أخ محمد يحصلون على حقوقهم وكل شيء بالتدريج طبعا. يعني من السابق لأوان إذا أقول لك حصلوا على كل حقوقهم. الأمور تأتي يعني تعرف مثل ما تعرف التركة ثقيلة منذ الحكومات السابقة، منذ حقب بعيدة أيضا. لا تنسى شبابنا الجيل الحالي هو الجيل اللي جاء بعد نكبات شبابنا السابقين في ظل النظام القمعي وفي ظل العقود التي ضحى بها العراق. يعني زهرة شبابنا راحوا في أتون الحروب والمغامرات
والفوضى التي عمت المجتمع. ولكن الحمد لله والشكر بدأ الشباب العراقي يستعيد ألقه، وبدأت الأمور تمشي تسير بالاتجاه الصحيح، وخصوصا في ظل حكومة الخدمات للمهندس الأستاذ محمد شياع السوداني دولة الرئيس، اللي أكد خلال البرنامج الحكومي على دعم الشباب بشكل خاص. وإذا تشوف هناك اهتمام كبير بهذه الشريحة سواء من قبل دولة الرئيس، من رئاسة الوزراء، من الحكومة، من وزارة الشباب والرياضة بشخص معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد المبرقع، الذي لم يأل جهدا في تسخير كل إمكانات الوزارة من أجل خدمة الشباب وخدمة أهدافهم والعمل على كل ما من شأنه تطويرهم وتطوير قدراتهم. جيد أستاذ حسام، شنو أبرز المشاريع اللي اشتغلت عليها الحكومة الحالية لدعم هذه الفئة؟ مثل ما تعرف هو أهم شيء هو تشكيل المجلس الأعلى للشباب، وبرئاسة يعني أرفع مستوى اللي هو دولة الرئيس، نائب الرئيس هو الدكتور أحمد المبرقع، ويضم وزراء يعني مهمين في الدولة العراقية، التخطيط، التربية، الصحة، العمل والشؤون الاجتماعية، المالية، الثقافة، يعني هاي كل الوزارات وغيرها اللي تعني بموضوع الشباب. إذن هناك يعني اهتمام استثنائي لما يقعد رئيس الوزراء من غير اجتماع مجلس الوزراء، اللي أيضا يتضمن في كل دوراته وفي كل قراراته ما يصب في مصلحة الشباب. الشباب لم يعد مجرد يعني احنا مو مجرد هي كلمة أو مجرد أنه فقط إنشاء نتحدث عن مشاريع وهمية وغيرها، لا، الشباب الآن هناك مبادرات جادة من قبل الدولة، من يعني وضعت في البرنامج الحكومي، وزارتنا وزارة الشباب والرياضة تسير على هذا البرنامج، وهناك العديد من المبادرات التي أطلقها حتى دولة رئيس الوزراء، ومنها مبادرة ريادة اللي يعني المشاريع صغيرة للشباب، دعمهم، توفير القروض الخاصة لهم، دعوة القطاع الخاص للمشاركة الدولة والإسهام مثل ما هو الحال في كل العالم. القطاع الخاص لازم يعني يجب أن يأخذ دورة في هذا المجال، وتمنح الفرص للشباب لإقامة المشاريع، للعمل، لاستنهاض كل ما من شأنه تحرير يعني تكريس قدرات الشباب وإظهارها. حضرتك سيد العارفين، فئات تختلف، طبقات المجتمع خاصة الشباب العاطلين، اليوم أغلبية من الشباب ما يعرف شنو المجلس الأعلى للشباب ولدعم الشباب، شلون نقدر نوصل صورة مبسطة شنو يعني المجلس الأعلى للشباب، شنو بأي طريقة ممكن يساعد الشباب، شنو البرامج اللي يتضمنها، شنو الحكومة اللي ركزت عليها حتى تنهض بهذه الشريحة؟ تفضل. هو شوف، حتى لا يضيع حق الشباب عندما نقول وزارة الشباب والرياضة، المشكلة أنه الأكثر يصور أنه وزارة الشباب والرياضة هي وزارة كرة القدم، هو وزارة طب، وزارة رياضة فقط، بينما هو الاسم الأول هو الشباب وما بعده يأتي الرياضة. شرح يعني شنو ماذا يمثل المجلس الأعلى للشباب؟ هو تأكيد لفئة الشباب اللي تمثل 60% من المجتمع العراقي، ومجتمعنا ولله الحمد مجتمع شاب، أنه هناك اهتمام استثنائي بهذه الفئة، ليس فقط يعني هو كل العالم يهتم بالشباب، الشباب هم عماد المستقبل. وإحنا يعني إحنا وزارتنا شاركنا في المؤتمر أو منتدى الاقتصاد العالمي الاجتماعي للشباب في نيويورك، رحنا وشاركنا ومثلنا شبابنا، حضروا أيضا، وكان حضور مميز للعراق، وكان يعني هناك اهتمام بمشاركة العراق. العراق مرت عليه ظروف ما مرت على شباب بلدان أخرى يعني في وقتها، ولذلك هناك مشاريع عديدة الدولة تنهض بها وتسعى يعني توفيرها وتطبيقها للشباب. هناك العديد من المنظمات التي تعمل مع الدولة، مع وزارة الشباب والرياضة، لإقامة الورش، لإقامة المنتديات، هناك مشاريع لإقامة ورش للعديد من الشباب في مختلف المحافظات وفي مختلف الأنشطة. هذا المجلس هو يعني يريد أن توضح الدولة من خلاله الاهتمام بهذه الفئة وبهذه الشريحة من أعلى المستويات. ما لنا علاقة بالرياضة، لنا علاقة بالشباب. من هم الشباب؟ جيد. شبابنا، الشباب اللي هم يعني يعني الشباب الجامعيين، شبابنا الآخرين في مختلف فنون الحياة، في العلم، في الثقافة، في الاجتماع، في يعني الشعر والأدب والمسرح، مو بس فقط الجانب الرياضي. ولذلك هناك عدة مشاريع تنهض بها الوزارة وتسعى لتطبيقها ضمن البرنامج الحكومي لفئة الشباب. وآخر مقررات مجلس الأعلى للشباب يوم أمس اللي كان برئاسة دولة الرئيس هو استحداث وسام الإبداع للشباب في مختلف الأنشطة العلمية والفنية والرياضية والإبداعية،
وايضا ما يخص وزاره الشباب والرياضه اقامه مخيم كشفي لاكثر من 500 شاب وشاب ان شاء الله راح يكون قرب ملعب التاجيات في بغداد، وهذا ايضا يكرس يعني نشاطات الوزاره في هذا الجانب. هناك عندنا جانب جدا مهم هو الجانب العلمي، قد يكون هذا الموضوع يعني غير مرئي، ولكن لو تجي احنا بوزاره الشباب والرياضه عندنا مدارس تخصصيه علميه اللي يعني تطلع بهذا الدور، دائره الرعايه العلميه في القبه الفلكيه لوزاره الشباب والرياضه. هناك اكثر من 45 مدرسه رقميه ومدرسه معماريه 10 مدارس، وعندنا مدارس تنميه القدرات العقليه 35، هاي الاحصائيات، مدرسه العلوم التطبيقيه 28. سوينا اختبارات للذكاء بمشاركه شباب باعمار صغيره او لنقل المواهب يعني البراعم او الناشئين شباب صغار، اكثر من 1000 واحد شاركوا في هذه الاختبارات، وكان هناك مهرجان كبير، ذول علماء المستقبل ان شاء الله يكونون، وابدوا يعني قدرات رائعه. ايضا في انطلقت المدارس بالعطله الربيعيه، ايضا كان هناك اهتمام كبير في هذا الجانب التربوي والعلمي وتنشئته بالنسبه للشباب. خلي نتحدث اعمار من 10 الى 18 تقريبا، نتحدث بصراحه اكثر. اليوم الشاب العاطل عن العمل يقول لك انا هاي الامور ما تفيدني، مدارس علمية وغيرها وورشات وندوات، أنا أريد فرصة عمل تتوفر لي أقدر من خلالها أعيش حياتي حالي حال أي شاب. تمام. المجلس الأعلى للشباب خلى جزء معين لهذه الشباب لحل مشكلة البطالة، ربما بدعم القطاع الخاص. نعم. توفير فرص. تمام. عمل، توفير. تمام. قروض، مشاريع صغيرة. تمام. أقلها تساهم ولو بحد ما بحل هذه المشكلة. تفضل. صحيح، هو هذا الهاجس الأول اللي المجلس الأعلى للشباب في يعني إعانة الشباب على يعني إيجاد فرص العمل، مو بس إنه أنا قاعد أنتظر شو وقت يطلع التعيين. هاي أخي محمد لو شوف معظم دول العالم، يعني مو الدولة هي اللي مهتمة بالوظائف وتوفر الوظائف، وإنما القطاع الخاص، الشركات في كل العالم، الشركات هي اللي تقود ماكينة الاقتصاد في البلدان. ولذلك إحنا لازم يعني نغير نمطية تفكير شبابنا، إنه بدل أنا قاعد وأنتظر يعني شوكت يطلع للتعيين وراتب محدود، بينما انت لو تشتغل بالقطاع الخاص ممكن راح يصير عندك ابداعات اكثر، ممكن تكسب اكثر. كثير من الشباب وهم باعمار صغيره حققوا ما لم يحققه يعني الناس اللي ظلوا بالوظيفه 30 و40 سنه، يعني اهلنا الله يرحمهم ظلوا 30 هو بس التقاعد ولا هذا، بينما اكو شباب يعني يبتكر اشياء. وهسه شوف ما شاء الله في ظل التقدم والتكنولوجي والعالم الالكتروني ووسائل التواصل، يعني اي شاب يقدر يخترع له في الشغله، يكتشف له في الشيء، يشتغل له بموضوع معين يقدر يروج له ويحصل عليه المزيد. ايضا في هذا الاطار المجلس الاعلى للشباب خول وزاره الثقافه بمنح اجازات للشباب اللي يسعون الى تاسيس شركات سياحيه مثلا. جيد. اي ومن الممكن انه هذه الشركه اللي يقوم بها عدد من الشباب ممكن تستقطب شباب اخرين، وانت عندك المترجمين وعندك المدن السياحيه ممكن انه نشتغل عليها، المدن التاريخيه، ان شاء الله الامور في تطور وفي استقرار بالبلد، واكثر الكثير هناك من الافكار والابداعات. في يعني شوف احنا وحده من هذه الامور اللي احنا نهيئ لها من خلال الوزاره، كان هناك معرض للابتكارات العلميه للشباب عندنا خريجين الكليات، شاركوا به اكثر من 416 شاب وشابه من مختلف يعني من اكثر من 60 جهه ومن مختلف المحافظات. استاذ محمد لو تجي وتشوف الابتكارات اللي هم مسويها، تصاميم لمحطات، مثلا محطة مترو، مثلا محطة يعني تنقية المياه، محطات تلفزيونية، عندك محطات للطاقة الشمسية، واحد مثلا مصمم فندق بطريقة يدار بطريقة إلكترونية، تصميم آخر يعني بيوت ذكية اللي يعني تقدر أنت تتحكم بها وين ما تكون. في مختلف المجالات شباب وشابات رائعين، في شبابنا بالكليات هم طلاب، لما نشوفه تقول ان شاء الله الامور بخير. المهم فكر الانسان توسع، ومن الممكن ان يبدع هذا الفكر ويحقق شيء بدعم الدوله، ولذلك الدوله بالتاكيد هاي هذه اهم القروض الميسره، المشاريع الصغيره حاليا تدعمها الدوله من خلال حتى الشاب كان لي رغبه اشتغل بالقطاع الخاص. نعم. بس لكن احتاج اليوم دعم حكومي، يعني نعم. دعم ربما بالضبط. في قرض بالضبط. انا ما عندي لو عندي امكانيه افتح مشروع ما دور فرصه عمل يعني بسيطه. واذا المجلس جاد في توفير مثل هذه القروض للشباب، وهناك توجيهات لوزاره الماليه ولوزاره الثقافه ووزاره الشباب والوزارات المعنيه بدعم كل ما من شانه تحفيز الشباب على يعني تحقيق
هاي طموحاتهم ومشاريعهم. احنا حتى في وزارة الشباب والرياضة طبعا عندنا ورشات كثيرة اللي تقيمها المنظمات اللي تعمل ويانا في مجال الأمم المتحدة، صندوق السكان، يونيسيف، ليس في بغداد فقط بل في مختلف المحافظات. هناك ورش لتعليم حتى مثلا هاي الأعمال البسيطة، اللحيم، حتى الحلاقة وغيرها إلى ما إلى ذلك. فتح ورشات في مختلف هذا في دائرة الرعاية العلمية، هناك متخصصين خبراء يعني في تصليح مثلا الآيفون، ودورات مجانية للشباب حاليا موجودة يجون ينخرطون بها ويصير مصلح مال، يعني يفتح له، ممكن يفتح له ورشة، يفتح له محل، يفتح له شيء. هاي أشياء بسيطة إلى أن يكون نفسه. وأعتقد أنه هاي بعض الأعمال هذه مربحة، مجرد أنه تضع العربة على السكة وتمشي الأمور. هذا البسيط. وهناك مشاريع أكثر طموحة، حتى المشاريع التجارية، شباب ممكن يمارسون الأعمال التجارية في سياق الصحيح، وتوفر لهم الدولة ممكن القروض اللي يحتاجون منها. بالإضافة إلى القروض، يعني هل نحتاج اليوم إلى دعم حقيقي من قبل الدولة أو دعم أكثر للقطاع الخاص؟ اليوم بعض التجار يقول لك أنا إذا أريد أفتح لي مثلا مصنع مال ألبان، أجبان، غيرها من الصناعات، أكو بضاعة بالسوق تنافس بس بسعر أقل، بالتالي بضاعتي راح تخسر، أو في المشروع لا أروح ولا أوفر فرصة عمل. فشنو اللي ممكن الدولة بأي الطرق تساعد حتى تشجع هؤلاء على فتح مشاريع وبالتالي دعم القطاع الخاص وتقليل الاستيراد ايضا من دول الجوار؟ تمام، هي ممكن تكون هناك اسعار مدعومه مثلا، يعني اكو طرق معينه للدعم، يعني من خلال وزاره الماليه، من خلال يعني مجلس الوزراء، ممكن قرارات خاصه بهذا الاتجاه. بس هو المهم انه انت تبدي، انه الفكره انه انت يصير عندك الحافز وعندك الروح اللي تبتكر واللي يعني تخوض التجربه. المهم انه من تبدي كل الامور تسهل، يعني بس لا واحد انه يظل متردد ويظل بس منتظر انه شو وقت يطلع التعيين او ما يطلع التعيين. ومن حق الانسان اللي تعب واللي اهله تعبه وربه وكذا انه ينال ما حققه. بس انا يعني عن تجربه شايفها في الدول الاوروبيه في الخارج، معظم الشباب اللي يطلعون ينخرطون في الشركات العامله في المجال. يعني هسه لو اشوف مجال التصاميم، يعني تصميم المواقع العصر الالكتروني حاليا، الامن السيبراني، يعني تصميم مواقع الانترنت، يعني الكثير من القضايا التقنيه في عالم الانترنت والاتصالات، حتى الاذاعه والتلفزيون. انت اذا شوف هسه هواي يعني يقدر يفتح له قناه خاصه ومن خلالها يروج ومن خلالها يحصل اعلانات. ودي اشوف اكو شباب صغار يحصلون الكثير من خلال هذا الجانب. الان العالم توسع والفرص باتت اكثر من ذي قبل، فهناك امكانيات كثيره. بس المهم انه الشباب يطلع والشباب يبادر ويتوجه بالوجه الصحيح. نحتاج للخطوه الاولى. اغلب الحكومات جاءت بشعارات رنانه دون ان نلمس شيء حقيقي قدم للشباب. متى نستطيع ان نقول لا هذه الحكومه تختلف، تعالوا شوفوا بدأنا وفعلا وطينا ومشينا، أو راح نبدأ بهذا الاتجاه؟ تمام، هو هذا البداية اللي احنا بدنا نحكي عليها. لما الدولة تسوي مجلس أعلى للشباب وتهتم بهذه الشريحة، وانت شفت المؤتمر اللي صار للشباب وحضر دولة الرئيس، يعني حتى لأول مرة في تاريخ اجتماعات مجلس الوزراء بالعراق يحضرون الشباب يشاركون في إدارة جلسات الاجتماع الأسبوعي، شاركوا وحضروا وكان لهم حضور مميز. وكان هناك مؤتمر كبير للشباب، عقدت العديد من المؤتمرات. احنا كوزارة للشباب والرياضة يعني حركنا ما في داخل الشباب، اشركنا شبابنا في العديد من المبادرات خارج العراق، في المبادرات اللي تقام من قبل الجامعة العربية، من قبل الدول العربية. عندنا مذكرات تفاهم مع العديد من الدول، شاركوا في العديد من ورش العمل في الدول القريبة، الدول الصديقة، وايضا هناك دعوات للعراق للمشاركه في العديد من هذا. ايضا اقمنا ليس فقط في الناحيه العلميه والناحيه او الابتكارات وغير، عندنا جانب اخر، احنا شاركنا معرض الكتاب. كان حضور مميز، عندنا شاب للقراءه من خلال توفير يعني بطاقات مجانيه للشباب حتى يشترون الكتب. وكان حضور مميز لوزاره الشباب والرياضه السنه اللي فاتت وهي السنه في معرض الكتاب الدولي اللي يقيم بالنجف الاشرف، والكتاب معرض الكتاب اللي يقيم في بغداد. يعني رجعت الناس تقرا صراحه انه شاب. المنتديات الشبابيه من ابرز المشاكل اللي تواجهها وزاره الشباب والرياضه، كيف تعاملتوا مع هذا الجانب؟
هذا يعني نسعى لعودة منتديات الشباب من جديد، لأنها في فترة سابقة طلعت من الوزارة وأنيطت مهمة إدارتها من قبل المحافظات. الآن ضمن البرنامج الحكومي أنه سعي الوزارة لاستعادة هذه المنتديات اللي كانت هي مراكز الشباب وحتى مديريات الشباب ترجع للوزارة حتى تكون مشرفة عليها بشكل مباشر مما يديم، حتى يخليها على صلة أقرب، يعني تكون بشكل مباشر إدارتها من قبل الوزارة، وراح تتفعل إن شاء الله من جديد وتاخذ دورها. أيضا احنا عندنا في الجانب دائرة ثقافة الفنون الشباب، نعم، أقيم مسرح الشارع، أقيم مهرجان شاعر العرب، الوزارة أقامته بمشاركة العديد من الدول، وكانت فرصة شبابنا أيضا للحضور بالمسرح والحضور في يعني في هذا الجانب. إقامة معارض للخط العربي، إقامة يعني العديد من المبادرات اللي الوزارة أسمت بها في دعم الشباب في العديد من الجوانب. ولم تأساني هذا الحكي كله، احنا صار نسجد نحكي، نعم، الرياضة خوب مجمنا طاريها، هذا الحكي كله للشباب وكل المبادرات اللي أعدتها الوزارة لهم. جيد، هل هناك تنسيق ما بين وزارة الشباب والرياضة مع وزارات أخرى ربما لدعم شريحة الشباب؟ بالتأكيد هناك عندنا يعني تواصل، هناك اجتماعات مشتركة مع الأخوان في وزارة التخطيط، وأيضا في وزارة البيئة، أيضا في وزارة الداخلية اللي عفوا عندنا لجان مشتركة وندوات مشتركة وبرامج مشتركة للقضاء على آفة المخدرات، هذه الآفة التي تهدد يعني مجتمعنا بشكل كبير. هناك تنسيق عالي لإقامة ورش توعية للشباب، ويعني إيجاد البرامج الخاصة بالتوعية والعلاج من هذه المشكلة الكبيرة. أيضا هناك تنسيق مع وزارة البيئة، أشركنا العديد من الشباب في مؤتمر المناخ كوب 28 اللي عقد في الإمارات، مؤتمر المناخ الدولي، اختارينا 14 شاب من مختلف محافظات العراق من مختلف الطيف العراقي، وهؤلاء الشباب بعثناهم الدبي وشاركوا في المؤتمر الدولي مع أكثر من 200 دولة شاركت و80 ألف مشارك شارك في هذا المؤتمر أو هذا المنتدى الكبير اللي حظي باهتمام عالمي منقطع النظير، وكان هناك حضور مميز جي للعراق ولشبابه ولدعم يعني موضوعة المناخ. حكينا يعني كان هناك نقاش حول أهوار العراق، حول ما أحدثته يعني الفترة الفاتت اللي أعقبت العصابات الإرهابية في داعش وما ألحقتها من دمار في بعض. جيد أستاذ حسام، أغلب الحديث كان طول هذا الوقت نتحدث عن نخبة تشارك في هذه المنتديات، المؤتمرات، الورش غيرها، لكن اليوم لا ننسى أنه الكثير من الشباب العراقي أميين غير متعلمين، ربما شخص واصل إلى الابتدائية أكثر شيء، هؤلاء ما مشمولين بهذه الأمور اللي نتحدث عنها، كيف ممكن أن نلتفت لهذه الشريحة؟ وتعلم حضرتك أنه هذه الشريحة هي الأصعب والأكثر فقرة. صحيح تمام، هي مو نخب أستاذ محمد، أنت لما نسوي دعوة هي مفتوحة للجميع، يعني أنت ما راح تختار لكن بالتالي فئة معينة. بالتالي هو من يجي يعني أنا من أشوف جيراني راح وشارك راح يصير حافز للآخر أنه يجي ويشارك مثلا في هذه الندوة أو في هذا المؤتمر أو في هذا المهرجان. احنا قبل أسبوع سوينا مهرجان الموهبة الرياضية اللي شارك ب 1700 طفل من مختلف محافظات. انا اليوم ما عنده موهبة شلون يعني؟ لا ما اجيب لك مثال زين، انا هواي اطفال اجوا وياهم ما شاركوا، شنو ذولا؟ قالوا ذول جيراننا شافونا وجوا يريدي هذا، فهذا راح يتحفز انه يشوف الاخر. الوزارة ما لها سلطة يعني بصراحة على انه نجيب بالقوة نقول له تعال مثلا ادخل هنا، بس احنا لازم نحفز هاي الفئة اللي انت تكلمت عنها، هذا واقع حال وهاي سببها يعني هاي الناس اللي قليلة التعلم صراحة، يعني هذا اللي اجى واللي ما عنده أب بعد يعني هاي الحرب المدمرة اللي أحدثها النظام المقبور في الثمانينات بين العراق وإيران والحروب المستمرة مع الكويت ومع غيرها، فهاي يعني هذا الجيل اللي يعني اللي يبحث عن ذاته، هذول أكيد لهم لابد أن تكون عناية خاصة واهتمام، بالتالي يحتاجون إلى إعادة تأهيل، إلى دعم طبعاً حقيقي طبعاً، دعم مباشر. أيضا هناك عندنا بالبرامج البرنامج الحكومي هناك برامج عفوا تستهدف هذه الفئة من خلال جذبها للاشتراك. احنا بدينا بهاي الورش، انت سألتني انه هذا ما عنده متعلم او كذا، هاي الورش اللي قلت لك عليها اللي هي اللحين او جوز مال تصليح السيارات، تصليح الايفون، تصليح شو اسمه حلاق، نجيب له كرسي ونقول له هذا احنا هادين لك هذا الكرسي،
وروح بس شوف لك محل مثل اقعد بيه وهاي ادوات. تجيب الكرسي، الكرسي خوم. لا مثلا كمثال انا اجيب لك جيد. يعني حتى لا لا اللي يتخرج من هذه الورش يعني ايه؟ المفروض لو الحكومه تساهم بقرض انه روح افتح لك محل حلاقه. اكو قروض، تم ايجاد قروض يعني صغيره لهؤلاء الناس بشروط ميسره. يعني فعلا باشرت نعم الحكومه باعطاء القروض. نعم نعم الاعداد النسب. نعم نعم هناك توجيه وبداوا يشتغلون عليه. ممتاز. اي مش قلت حكيت لك كان مشروع رياده من رئاسه الوزراء ومشاريعنا الاخرى ودعوه للبنوك والمصارف الاهليه ايضا لدعم هذه الفئه. احنا ليش من نحكينا انه مو فقط الدوله يعني هي اللي يجب ان تنهض بهذا الموضوع، يراد لها عون من القطاع الخاص، من الشركات، من البنوك، من الجهات الاخرى لاحتضان هذه الفئه المهمه من مجتمعنا. واكيد هذا من راح يشوف رزقه ويمشي. وهذا احنا حتى الفلاحين يعني كان يعني هناك سعي مع منظمات دوليه لتعليم الفلاحين الشباب وادخال افضل التقنيات وادخالهم في دورات لتعلم اداره المنتوج الزراعي، الحاصودات، الحاصل، هاي لاول مره يصير يعني. ممتاز. فالشغل يعني متوزع ان شاء الله على مختلف الاتجاهات. وما تنسى الوزاره ولا الدوله اي فئه من فئات شبابنا اللي هم ذول عماد المستقبل، هو ابناء الدوله، ابنائنا يعني. في اي المحافظات يتركز هذا العمل؟ في بغداد فقط ام في بقيه المحافظات؟ لا عندنا مشاريع احنا اقيمت في كركوك، ومشاريع في الموصل، ومشاريع ايضا في الانبار، ومشاريع في قصدي ورش عمل في البصره وفي الحله الناصره في مختلف محافظات العراق. اقيمت ورش عمل واقيمت منتديات واقيمت يعني برامج خاصه للشباب في، وعندنا يعني احصائيه بيها. من خلال متابعاتكم لمستوا نتائج فعلا ربما غيرت حال بعض الشباب انه بعد ما يجي يدخل بهذه الدوره وراح يقدر يروح يفتح له مشروع ويطور نفسه؟ يعني فعلا لمستوا اكو استجابه من قبل الشباب؟ والله احنا ان شاء الله تكون عندنا يعني متابعه لهذا الموضوع صراحه، لانه مال يعني راسا شفنا انه خلص دوره وراح فتح يعني يراد هم من خلال تنسيقنا ويا المنتديات. احنا المشكله اللي قاعد نعاني منها وحكيت عليها انت قبل شويه انه المنتديات طلعت من الوزاره وصارت على حصه المحافظات، فاكيد هم عندهم متابعه وعندهم يعني دور مهم في هذا الجانب في إبنائه، في توفير كل ما من شأنه أنه يدين نعم عمله. نعم. المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة الأستاذ حسام حسن، أشكرك جزيل الشكر على هذه المتابعة. شكرا جزيلا. إذن مشاهدين الآن نفتتح وإياكم الملف الثاني بتقرير الزميل شيبان سامي حول الاعتداءات المتكررة على الكوادر التدريسية، لنتابع. قم للمعلم ووفه التبجيل. يبدو أن هذا البيت الشعري ما عاد معمولا به هذه الأيام، حيث تتكرر الاعتداءات على الكوادر التربوية آخرها الاعتداء على اثنين من المدرسين في البصرة قضاء أبي الخصيب. كانا يحاولا فض شجار بين الطلبة وسط استنكارات كبيرة لوقف مثل هذه الاعتداءات. طبعا هو الاعتداء على الكوادر التدريسيه في حاله غير صحيحه وغير طبيعيه، المفروض المدرس يحترم من كل الجوانب لانه هو المدرس شمعه يحترق لنهايه درب الاخرين في سبيل وصلهم الى مراحل اعلى واعلى واعلى، فمساله الاعتداء عليه هذه شغله غير قانونيه وغير صحيحه. اكيد ظاهره سلبيه بالمجتمع، لانه المعلم والمدرس هو المربي الاول للطالب، هم نقول الأساس بعد تربية الأهل. تربويون يحذرون من تكرار تلك الاعتداءات وطالبوا بتفعيل قانون حماية المعلمين والمدرسين ومنح صلاحيات أكبر للقوات الأمنية المتواجدين في المدارس تفادياً لأي اعتداء. بسبب العادات والتقاليد من المجتمع وبدأت تنتشر بالآونة الأخيرة، يعني حتى يعني مثلاً القوات الأمنية الموجودة داخل المدرسه ما تقدر تحمل المعلم، خاف يعني عشائريين وهاي، فاحنا ندعي الحكومه مثلا دفعي القانون صارم على اي شخص يحاول يعتدي على الكوادر التربويه. رغم سن قانون يحد من عمليات الاعتداء على الكوادر التدريسيه، الا ان هذه الظاهره ما زالت موجوده في بعض المحافظات وسط مطالبات بمنح صلاحيات اكبر للامنيين المتواجدين في المدارس لمنع تكرارها. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. إذن مشاهدينا الكرام، محور ملفنا الثاني عن الاعتداءات المتكررة على الكوادر
تدريسية. راح نتحدث مع عضو الهيئة الإدارية لنقابة المعلمين الأستاذ فاضل إزناد والي. أستاذ فاضل مرحبا بحضرتك، تفضل. مرحبا، أهلا وسهلا، رمضان كريم. رمضان كريم على الجميع. أستاذ فاضل، الاعتداءات تتكرر بشكل مستمر على الكوادر التدريسية في بغداد وكل المحافظات، خاصة من قبل أولياء أمور الطلبة. كيف تعاملتم كنقابة معلمين مع هذه الاعتداءات؟ واليوم تعلم حضرتك أنه ليست بجديدة، كل عام نشهد الكثير من الحالات بضرب المعلمين والمدرسين حتى يصل الأمر إلى ضربهم بآلات جارحة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، وعلى مشاهديك الكرام. حقيقة هذه الحوادث من الحوادث اللي يؤسف لها، واللي نعتبرها دخيلة على مجتمعنا العريق. نقابة المعلمين تتعامل مع الاعتداءات على الكوادر التربوية والتعليمية حقيقة، وتأسف لهذه الحوادث، وتحث الكوادر التربوية والتعليمية إلى اللجوء إلى القضاء للحد من هذه الظاهرة المخزية حقيقة. هذه الظاهرة، مجلس النواب العراقي أقر سنة 2018 قانون حماية المعلم رقم 8، اللي ضمن به عدة مواد، منها محاسبة المعتدي على الكوادر التربوية أو المؤسسات التربوية بالسجن من سنة إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 سنوات أو بهاتين العقوبتين. وأقر أيضا في مادة أخرى عقوبة السجن ل5 سنوات وغرامة 10 ملايين دينار لكل اعتداء أو ابتزاز عشائري للكوادر التعليمية والتربوية. نأمل أولا من عشائرنا الكريمة ومن مجتمعنا الكريم التحلي بالأخلاق الطيبة واحترام المؤسسات التعليمية أولا، ونأمل من وتوعية المجتمع، خصوصا عشائرنا الكريمة وشيوخنا الأعزاء، توعية مجتمعهم بضرورة احترام المؤسسة التربوية وضرورة احترام رسل العلم المعلم العراقي. ثم نأمل من المعلم العراقي حقيقة اللجوء إلى القضاء العراقي وفق قانون حماية المعلم المقر رقم 8 لسنة 2018. أستاذ فاضل، إذا أريد نناقش الأسباب، شنو الأسباب اللي تجعل اليوم العراق يشهد الكثير من حالات الاعتداء على الكوادر التعليمية والتربوية؟ حقيقة هو لا مبرر للاعتداء على أي مؤسسة حكومية وخصوصا الكوادر التربوية، لكن ضعف تطبيق القانون أحيانا واللجوء إلى الحل العشائري شجع الكثير من المجتمع بالتعدي على الكوادر التربوية والمؤسسات الحكومية. هذه الظاهرة إذا أردنا أن نحد من عدها، لابد من تثقيف عشائرنا الكريمة حول تجنب فض النزاعات العشائرية بهكذا حوادث، والاقتصار فقط على القانون والقضاء لكي يكون رادع لكل من يعتدي على المؤسسة التربوية. جيد، إذا نريد اليوم إحصائية، عندكم إحصائية معينة عن حالات الاعتداء على الكوادر التدريسية، أو حتى إحصائية عن حالات اللي تحولت إلى أمور عشائرية وغيرها مع الكوادر التدريسية؟ والله هي تكاد تكون لا تحصى، لأنه الكثير من الحوادث غير معلنة، عكس ما بعض الحوادث تكون معلنة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق التلفاز، كما في حادثة البصرة يوم أمس. وبهذه المناسبة نقابة المعلمين تستنكر هذا الاعتداء حقيقة على المؤسسات التربوية وكوادرنا التعليمية، وقد أوعز الأستاذ عدي العيساوي نقيب المعلمين المحترم بتوجيه رئيس فرع البصرة بتحريك دعوة قضائية مع الممثل القانوني لنقابة المعلمين لتحريك دعوة قضائية ضد المعتدي. على لسان حال بعض المعلمين يقول لك احنا اليوم الاستنكار ما يفيدنا، الى متى نبقى النقابة تستنكر والوزارة تستنكر والمعلم بالمستشفى نايم وراسه مشقوق؟ يعني يحتاج لنا الى اجراءات حقيقية رادعة. يعني اليوم لما تعتدي على معلم داخل المدرسة، العقوبة تكون من سنة إلى 3 سنوات في حال توفرت كل، أنت اليوم إذا ضرب لك واحد بالشارع أيضا نفس الشيء.
قدسية المعلم، قدسية المدرسة، قدسية هذا الحرم وين؟ يعني نحتاج إلى إجراءات أخرى، نحتاج إلى تشريع قوانين ربما تكون رادعة أكثر. الإجراءات التشريعات موجودة حقيقة ومفعلة حتى في المحاكم العراقية، وإجراءات نقابة المعلمين إجراءات عملية. حادثة يوم أمس وجه السيد نقيب المعلمين السيد رئيس فرع البصرة بتحريك دعوة قضائية ضد المعتدي، وكذلك المشاور القانوني يتبنى هذه الدعوة. الأمر اللي أحياناً نصطدم به مع تحريك الدعوة القضائية من قبل نقابة المعلمين على المعتدي يكون الحل العشائري قد أخذ مأخذه، وبالتالي تصدم إجراءات نقابة المعلمين بالإجراءات العشائرية اللي تمنع حقيقة تسيير وتمنع تنفيذ القانون والعقوبة ضد المعتدي. هذه من الأمور اللي شجعت المعتدين على التعدي على حرمة التعليم والمعلم. عندما يعتدي على المعلم أو المؤسسة التربوية يعتقد أنه حلها ليس عن طريق القانون ولا يخشى العقوبة والرادع القانوني أكثر مما يعتمد على الحل عن طريق العشائر. جيد، كنقابة معلمين على سبيل المثال حادثة البصرة، تابعتم الموضوع، حيثيات وملابسات الحادثة، توفرت لديكم معلومات؟ توفرت عن طريق فرع البصرة لنقابة المعلمين. تعرف أن نقابة المعلمين لديها فروع في كل محافظات العراق، باتصال مع السيد رئيس فرع البصرة الأستاذ صفاء السامر وجه السيد نقيب المعلمين العراقيين بعد أن كشفت له مجريات الأحداث ومستوى التعدي بتحريك دعوة. شنو تفاصيل الحادثة ذات اطلعنا بها؟ تفاصيل الحادثة حسب ما ورد أن مراجعة أولياء أمور الطلبة ولي أمر طالب بخصوص طالب مستوى علمي أو كذا، الأمر أدى إلى تشنج بين المعلم وولي أمر الطالب. ولي أمر الطالب قام بالتعدي مع مجموعة من أقربائه على الحرم التربوي والكادر التدريسي بالضرب المبرح، وهذا الأمر حقيقة يعني استوقف نقابة المعلمين كثيرا. ومن هنا نقابة المعلمين تدعو السيد رئيس الوزراء المحترم ورئيس مجلس القضاء العراقي المحترم بمتابعة الموضوع وعدم التهاون قضائيا مع المعتدي. جيد، المعتدي يعني تابعت الموضوع أكيد، يعني هل أودع التوقيف؟ لو الأمور لحد الآن ما ماخذة مجراها القانون. نعم، أودع التوقيف، والآن باشرت نقابة المعلمين بقيامها بدعوى قضائية ضد المعتدي. جيد، وين تتركز أكثر هذه الحالات الاعتداءات هذه المستمرة؟ هل في محافظات معينة؟ لو موجودة بكل المحافظات تكاد تكون يعني أغلبها في المناطق حقيقة نائية والمناطق الشعبية، وبجميع تقريبا محافظات العراق، لا تقتصر على محافظة واحدة. مع شديد الأسف يحتاج أيضا نطالب منكم كإعلام عراقي شريف، نطالب منكم ببرامج توعية للمجتمع حول احترام المؤسسة التربوية واحترام الكوادر التعليمية، باعتبار الكوادر التعليمية هم بناة الأجيال وصناع الحاضر وصناع المستقبل. نأمل منكم إعداد برامج توعية خاصة حول احترام المعلم وقدسية المعلم واحترام الحرم التربوي والعقوبات التي تطال المعتدي على المؤسسات التربوية. أستاذ فاضل، يعني شنو اللي تغير بين ليلة وضحاها؟ قبل نتذكر أنه قدسية المعلم تكاد تكون مثل الأب أو أكثر من الأب، شنو تشجيع الآباء، تشجيع أولياء الأمور على عدم احترام المعلم؟ صار الموضوع عكسي، لو شنو اللي تغير بالضبط؟ قطعا ماكو لأمر اليوم يشجع ابنه على أو أخوه على التعدي على المؤسسة التربوية أو المعلم العراقي، لكن هناك بعض الحالات قد ولي الأمر لا يفقه مستوى الاعتداء ولا يعرف أين يشتكي
إذا ما أخطأ. إحنا ما نبرري حقيقة، ما نبرري ساحة المعلم أحيانا، لكن نقول إذا كان المعلم قد أخطأ فهناك إجراءات إدارية وقانونية ممكن أن تتخذ بحقه عن طريق مديريات التربية. أستاذ فاضل إذا تسمح لي، معنا على الهاتف المتحدث باسم وزارة التربية الأستاذ كريم السيد، مرحبا بك. إذن فقدنا الاتصال بالمتحدث باسم وزارة التربية شباب، إذا تقدرون تحاولون مرة أخرى. أستاذ فاضل، أكو حوادث تصير عكسية، يعني ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة قبل أيام شاهدنا أحد المعلمين أو المدرسين يقوم بضرب تلميذ بطريقة تكاد أن تكون وحشية، وهذه الحالات أيضا تحصل. شنو دور نقابة المعلمين، وزارة التربية، الجهات المعنية بمحاسبة بعض التصرفات؟ يعني هذه التصرفات أكيد فردية ما تحسب على الكوادر التدريسية بشكل عام. حقيقة نظام المدارس الثانوي ونظام المدارس الابتدائي المعمول به في العراق في المؤسسات التربوية في العراق ينص على عدم استخدام الضرب والعنف البدني من قبل الهيئات التعليمية والتدريسية تجاه الطلبة، وفي حال وجود هكذا حالة فبالإمكان ولأمر الطالب اللجوء إلى الشكوى الإدارية وإجراءات تحقيقات عادلة عن طريق قسمي الإشراف الاختصاصي والإداري في المديريات، وحقيقة المعتدي أيضا من الهيئات التعليمية والتدريسية بإمكانه أن يعاقب وفق قانون انضباط موظفي الدولة وفق قانون ونظام المدارس الابتدائي والثانوي الذي يمنع يمنع العنف. إذا تسمح لي أخذ الاتصال الهاتفي المتحدث باسم وزارة التربية سيد كريم. السيد مرحبا بحضرتك، رمضان كريم. مساء الخير، رمضان كريم عليكم وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك أستاذ كريم. يعني تعرف حضرتك أنه كل فترة وأخرى نشاهد ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي الاعتداءات المتكررة على المعلمين وحتى المدرسين في الحرم التربوي، كيف تتعاملون مع هذا الموضوع وما هي الإحصائية الأخيرة عن عدد الحالات في العراق حتى اليوم؟ ابتداء طبعا يعني أسسنا الحديث بهكذا موضوع باعتبار أن المؤسسة التربوية هي مؤسسة لها من الأهمية والقداسة لدرجة أن الحرم المدرسي هو المكان الذي يجب أن يكون بعيدا عن العنف، المكان الذي يجب أن يكون رحبا في تعليم القيم الإنسانية. لذلك يمكن تنامت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة، وأصبح الاعتداء على الهيئات التعليمية بين فترة وأخرى يظهر بشكل متكرر. احنا طبعا في وزارة التربية دائما ما نتخذ إجراءات سريعة ومباشرة، ونجدد يعني تأكيداتنا على إقرار التشريعات وتجديد التشريعات الخاصة طبعا بحماية هيئاتنا التعليمية والتربوية بشكل عام. أيضا معالي وزير التربية كان لدي تواصل مع السادة في مجلس القضاء الأعلى لأجل حماية مؤسساتنا التربوية والتعامل بشكل خاص مع الدعاوى والشكاوى التي ترفع من الذين يعني يتعرضون إلى الأضرار. الأعداد طبعا يعني بالسنوات السابقة كان هناك تنامي واضح ب يعني عدد الحالات التي تسجل لدينا. احنا يمكن يعني في هذا العام تقريبا الحالات كانت أقل من الفترة السابقة باعتبار أن الوزارة اتخذت سلسلة من الإجراءات، أهمها طبعا كما ذكرنا هو التحرك نحو الجانب القضائي، وكذلك يعني التواصل مع الجهات الأمنية لتجديد الحماية، وكذلك سرعة وصول الأجهزة الأمنية بالتواصل طبعا مع المؤسسات التعليمية. هذا يثمر عن توفير وتعزيز الحماية، إضافة إلى دعم الوزارة بشكل مباشر. يعني احنا في مرحلة أو في فترة من الفترات يعني كان هناك واحد من مدراء المدارس تعرض إلى حادث، معالي وزير التربية زار بنفسه إلى المنزل و وعد أن يأخذ حقه، وبالفعل الوزارة يعني مضت بإجراءاتها عبر الممثلين القانونيين. لذلك الوزارة طبعا تأسف لتكرر هكذا حالات. البارحة يمكن عندنا واحدة من الحالات في محافظة البصرة، وكان هناك تحرك سريع وبيان صدر عن الوزارة ب يعني شجب
استنكار هذه الافعال ضد كوادرنا التعليميه، وبالتالي تجديد الحمايه وابعاد العنف بشكل كامل عن مؤسساتنا التربويه. نعم، المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد، أشكرك جزيل الشكر، شكرا جزيلا لجنابك. شكرا لحضراتكم. أهلا بخير أستاذ فاضل، أعود لحضرتك. نحتاج من جنابك كلمة لأولياء الأمور، كيفية التعامل ونصيحة لها أو لا بالتعامل مع المعلمين والكوادر التدريسية والتربوية بشكل عام، وأيضا كلمة لحتى بعض المعلمين والمدرسين بكيفية التعامل ربما إلى من يسيئون في بعض الأحيان التعامل مع التلاميذ. حقيقة يدرك الجميع ما للتعليم والعملية التربوية والمعلم دور مهم وقداسة في بناء مستقبل الأجيال وبناء حاضرها، حقيقة لا ينبغي أن يكون لولي الأمر اليد الطولة والحجة البالغة على كل مؤسساتنا التربوية. ننصح عوائلنا الكريمة ومجتمعنا الكريم باحترام المعلم واحترام المؤسسة التربوية لما لها دور في إعداد أبنائهم. ننصح أن ينظروا إلى المدرسة، هي البيت الثاني للطالب، والمعلم هو الأب الروحي للطالب. ننصحهم أن ونتمنى عليهم أن يكونوا ذلك في نفوس أبنائهم. وإن كان هناك تقصير، يحصل التقصير، هناك طرق قانونية، هناك كثير من الطرق يقدر يسلكها الآباء أو الأمهات لأخذ حقهم. حقيقة بداية نتمنى من كوادرنا التعليمية والتدريسية اتباع السبل الصحيحة وطرق الدعم الإيجابي للطلبة، وكذلك نتمنى من أولياء أمور الطلبة في حال حدوث أخطاء قد تحدث من قبل هيئاتنا التعليمية والتدريسية، ننصحهم باللجوء إلى القانون بإجراءاته لدى مديرية التربيات عن طريق قسمي الإشراف الاختصاصي والتربوي. ونتمنى أيضا حتى الكوادر اللي تم الاعتداء عليهم أنه لا يلجؤون هم للأمور العشائرية لأخذ حقهم، وبالتالي القانون يأخذ مجراه ويعاقب المسيء، لأن الأمور العشائرية بالتالي ترضي الطرفين، تعال تنازل عن المسيء وتكون هذه سنة، ولم نشهد أي محاسبة أو سجن للمعتدين على الكوادر التدريسية. عضو الهيئة الإدارية لنقابة المعلمين الأستاذ فاضل زناد والي، أشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا. شكرا لجنابك. إذا مشاهدينا قبل أن نروح إياكم للموجز الخبري ونختم حصاد اليوم، خلونا نشوف أبرز الآراء المطروحة على منصة إكس حول قرار القضاء بإيقاف مسلسل عالم الست وهيبة الجزء الثاني. إذن ختام حصادنا بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. السوداني يتلقى دعوة لحضور قمة الطاقة النووية التي ستعقد في بروكسل في شهر آذار الحالي.
الديمقراطي الكردستاني يعلن مقاطعة انتخابات إقليم كردستان ويهدد بالانسحاب من العملية السياسية. الناطق باسم القائد العام يعلن إرسال لجان فنية وعسكرية إلى دول عدة للتعاقد على شراء أسلحة مقاومة الطائرات. هيئة النزاهة تعلن صدور 38 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا في شباط. الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل بمناسبة أعياد نوروز. حصاد اليوم انتهى، شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.